يلا نروح للقرعة مرة أخرى ونختار ثلاثة من المتسابقين ومن نجوم برنامج البزنس ثلاثة. أعطونا القرعة جمعة الخير. القرعة ونقول وقف 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 يا عليان. مرحبا عليان. أعطونا القرعة مرة أخرى. في عصفر في شيء. في عصفر وفي كل شيء وفي زعفران وفي زنجبيل. كارك اليوم ما شفناه. وقف وقف يا مرحبا سلطان. أيوة أول واحد أول واحد. مرحبا يا عليان ومرحبا يا سلطان. والثالث أعطونا القرعة. ثقافية والدنيا هذه كل هذه لعبتي دي. أي طيب خلنا نشوف لعبتك. يلا وقف وقف. مرحبا يا نواف. أنا ما في محل مناحي لأنه مناحي ما شاء الله عليه. مرحبا سلطان. يلا ابو عبد الله. لا اله الا الله. الحمد لله اللي معي اغبياء. ايش هم يردون؟ هذا ما اقدر اقول. انا اسقاطات غير لائقه بالاسلام. لكم احترم نفسك. لكم حق الرد علي. لك حق الرد. الحمد لله ان في واحد ما معي بريك. نواف بس ترى شفت دائما يعني بس لا تزعلون علي. دائما الأغبياء يفلحون في هالمسابقات. أنا مقصدكم. أنت تضطر إني أغتيح. أنا أقول ما قلت لكم. أنت أتكلم بشكل عام. لعل الغباء اللي في كل شخص ينجح. بالضبط. يلا نروح مباشرة إلى عليان بن متعب وعطونا الخيارات يا جماعة الخير. معاك رياضة اقتصاد وتجارة وثقافة وإعلام. عليان أعطي رياضة. كم رياضة؟ رياضة أعطونا رياضة. الرياضة. سؤال الرياضة معك 30 ثانية عليك انك تجاوب مباشرة قبل ينتهي الوقت. السؤال يقول الدوب للسيدات. من سجل للسعودية في مباراتهما امام المكسيك بكأس العالم الاخيرة في قطر؟ سالم الدوسري. سالم الدوسري. سالم الدوسري. سالم الدوسري. سالم الدوسري. سالم الدوسري. اثبت. نعم ثبت. اعطونا ثبت. اعطونا ثبت. سالم الدوسري. اصبر اصبر اصبر. انا اثق من معلومات. انت متأكد؟ متأكد. ترى يا رجال اسمع انت احسبها على عليان. سالم احسبها على عليان بن متعب. طيب سالم سجل في الارجنتين. سجل في الارجنتين. سجل في المكسيك. المكسيك فازت على السعوديه 3-1. انا متابع المباراه بدقه. سجل العالم كله. حضرت الدوسري. لا حضرت وين انا هذه المباراه كنت حاضرها. جميل. انا شفتك في المدرج. اجل شفتني في المدرج. نعم. من بين 80,000 عشان ابي ابين لكم اني حاضرها عشان سالفه الكودو. الله يقلع الكودو. يلا حاطونا الاجابه. كانت الاجابه صح. كيف؟ ما اسمع. اوه هذه على طول. صندوق ما هذه 5000 قبل الاجابه. مخي شغال. طيب شباب في رصد مخالفه عليكم. خلينا نرجع للفيار. ترى يوم قلنا سؤال في احد جاوب. وكل الله انا جاي سالم وانت ما تعرف الخيار. بس احنا اي واحد ما جاوب بسرعه والله حينطق يا ويله. يلا ترى جاوب بسرعه. خلونا نشوف الصناديق. اخذت 400 يا عليان. استاهل. ونشوف الصندوق اللي او الاقفال الثلاثين. اختار لك احد الاقفال. اعطيني وقت شوي. يلا خذ وقتك لاني اتعامل مع اساليب الحاسه السابعه. أنا. الحاسه السابعه. أنا اختار سبعه. جل لا سبع زانة. اعطيني 28. 28. اعطونا 28. 28 نقاطك الجايه بدون سؤال. الف مبروك تستاهل. هاي الحلقة الجاية مباشرة حتيجي معاي بدون سؤال على طول حتفتح الثلاثين. بس ابقى بنظران يعني 400 يا عليان. 400 مباشرة حتاخذها السؤال الجاي وتفتح الاقفال مباشرة. شكرا لك. هذا في حال جاي والله. الحلقة الجاية. الحلقة الجاية في حال مطبات انك يوم السبت ما ودعت. بسجلهم منك. عاد يوم السبت شوف اذا ودعت ابى اتصل عليك عرفت واسالك السؤال. ابى اقول لك افتح القفل وانت في بيتك. علي تدفع. انا استانس. يمكن تكون تتقهوى مع عامر منير. هذا شيء ثاني. نعم تردون اكيد. ها تكفى. بالضبط. عطنا عصفر يا عطنا عصفر. طيب يلا نقاطك الجايه يا عليان. الف مبروك. 400 واسبوع الجاي نشوف. اعطونا الخيارات لسلطان المري. جايكم. انا قلت لك قبل شوي ايش؟ ها سالم يا عليان ايش قلت لي؟ شو اللي قلت قبل شوي؟ خلها نشوف الحين. خلها نشوف. يلا خليني اسفل علي. طيب اسكت مني. ابغى الرياضه.
ليش تشغل النور؟ دخل في المحكمة انت شغل طف الله يسفل اوجه الشاشة الشاشة تضبط الامور ها يلا عطونا رياضة عطونا رياضة الرياضة يا سلطان المري نعم خليك مركز معك 30 ثانية وخلنا نشوف الذكاء اللي عندك الخارق ركز يلا السؤال يقول كوينت راو ظهير ايسر لعب لريال مدريد سنوات عديدة فما هي جنسيته اسباني برازيلي برتغالي انا ما اشجع الدوري الخارجي ولا داني خلاص خلنا نشوف الحين خليك مركز بارك الله فيك ولا حد يتكلم يا جماعة الخير الله اعلم الله اعلم انه برتغالي برتغالي إيه؟ اثبت كوينت راو قد لعب معهم برتغالي اثبت يلا برتغالي برتغالي يلا برتغالي ما هي لعيبة حطها برازيلي بس برازيلي يلا ثبت برازيلي ايش رايك سلطان؟ لعبتي لو كان برتغالي وكانت الإجابة برتغالي تزعل ولا ما بتزعل؟ حظه نصيب حظه نصيب سويت كرك اليوم شربت كرك ولا شيء؟ لا كرك اليوم ما شربت هذا شفت؟ هذا من الذكاء اللي عندك كانت الإجابة للأسف خاطئة برتغالي دائما أنا أقول أنا بقول لكم معلومة هذه أنا استفدت منها يعني تمام؟ معلومة مني من دائما في الاختبار وهذا يعتبر اختبار إذا قررت أنك تحط شيء لا تغيره نهائياً والله سواء صح ولا خطأ ليش؟ لأن دائماً الحدس الأول العقل يصيب أكثر يقول تفضل بندر أبو عبد الله تفضل خذ راحتك يقول بن خير يقول لو أن حظي من حظ المرازيق ما كان عودني على طير يلي 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 أنت لا لازم تقتنع أنك ذكي لا ذكي يلا خلنا نشوف نواف الروق لا 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 اصبر باقي الاقفال خلنا نشوف يا سلطان الاقفال اعطونا الاقفال طيب الى جاني القفل عاد بيجيني ولا يروح وراه لا يروح وراه يلا واحد شوف انا بختار لي رقم علشان رقم ياسر القحطاني ولا ما اخترته اي بس 20 ياسر القحطاني على انك فاهم في الرياضه وانت ما فهمت مالك يلا اعطونا خلنا نشوف انا سجل الدوري السعودي ما انا 20 يعني 20 20 كان فيه ألغاء إلغاء نقاط على متسابق يعني كنت بتلغي على واحد نقاطه والله كان ناوي أنس والله يا ناوي أنس لا لا علي لا إن شاء الله ألقيك من يلا بس أنا برضو نبي نتأكد حاجة معينة بس برضو أيضا حاتم تتأكد لي في حال لو جاء خصم على أحد يعني واحد يخصم على واحد أو يلغيه هل يلغي على المجموعة اللي موجودين ولا على الثلاثة اللي في الطاولة برضو نبي نتأكد من أبو عيسى يلا نروح إلى نواف راحت عليك السلطان نواف عطنا رياضة اقتصاد وتجارة ثقافة وإعلام ثقافة وإعلام ثقافة وإعلام عطونا ثقافة وإعلام ثقافة وإعلام خليك مركز السؤال يقول في الثقافة والإعلام ما هي جنسية ماجيلان مكتشف كروية الأرض صيني إيطالي برتغالي إيطالي إيطالي أثبت؟ ثبت ثبت إيطالي ليش قلت إيطالي في أول الوقت؟ توقع أنه ماجيلان يعني عدة أسماء لهم بروغو ماجيلان أوغلو ماجيلان والأسماء هذه دائما تكون إيش؟ ما هي إيطالية يعني تكون صينية تكون مثلا ميلانو ميلان ميلانو مشابهة لها إيطالية جميل إيطالية جميل يلا خلونا نشوف الإجابة للأسف كانت برتغالية أو جزيرة برتغالية كيف؟ إجاباتهم كلها برتغالية كلها برتغالي لأن توي مار سوق الخضرة عرفت؟ وأخذت برتقال وكذا علشان كريستيانو بالضبط كريستيانو رجال بالضبط يلا خلونا نشوف ال إيش؟ إي موجود مسوي لك عصير طازج عرفت مع البرجر اللي بنكوده يلا أعطونا الأقفال على جميع المتسابقين يلا الخصم على جميع المتسابقين اعطونا الاقفال اختار يا نواف 27 كم 27 27 27 القفل 27 كان اضرب ال 400 في 6 وخذ نصفها يعني كانت ال 400 ضرب 6 كانت 2400 تقسيم 2 كنت بتاخذ 1200 بالاضافه الى ال 400 في حال انك جاوبت يلا معوض خير راحت عليك ال 1200 الحين الحظ ليش يا نواف سؤال الحظ الان عليان هو الوحيد اللي جاوب 400 وكانت ايضا
سؤال القادم حيكون نقاطة مباشرة. يلا سؤال حظ إن شاء الله أنكم تعوضون، خلوكم مركزين. خلونا أول شيء ناخذ نشيك بس الإضاءة مضبوطة عندهم أو لا. يلا شغلوا الإضاءة بس. يلا تمام حلو. يلا مباشرة نروح إلى سؤال الحظ. سير بها الخيارات في سؤال الحظ. نواف سلطان عليان، سؤال الحظ يقول، السؤال يقول: رجل ليست لديه كل الأصابع في يد واحدة، رجل خارق، رجل طبيعي، معتل. نواف رجل معتل. معتل نواف رجل إيش؟ معتل. دقيقة ما في دقيقة، قلت معتل. إحنا سمعنا معتل، سمعته معتل صح؟ سمعته معتل، ليش جاوبت على طول؟ ما فهمت السؤال كويس. أيوة إحنا قلنا أنت بتستعجل. رجل ليست لديه كل الأصابع في يد واحدة، رجل خارق، رجل طبيعي، معتل. نواف قال معتل، لديه كل، ليست لديه كل الأصابع في يد واحدة، بديهيا نحن إيش عندنا؟ الأصابع طبيعية وموجودة في اليدين صح ولا لا؟ فكانت الإجابة صح. للأسف خاطئة، اللي هو رجل طبيعي يا نواف، ومباشرة يخصم عليك 800 نقطة. عادي سؤال ثاني وخلاص، ما في أي سؤال ثاني. هذا الحظ كلنا بيننا بينه. إيه كلكم مع بعض. سبقنا وخرب علينا. خرب لأنه جاوب. يلا يلا 800 مخصومة على نواف الروقي. عبد الرحمن ترى بسجلها في ورقة عشان ما إن شاء الله. حياك الله، أنت بتطلع إبراهيم السبت وش تسجل في ورقة؟ يلا بعد ما انتهينا من 6 متسابقين نشوف القرعة مرة أخرى.